ونستكمل مع بعض باقي الجولة الخامسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. الحلقة ده يا جماعة هي حلقة مكملة لحلقة الجولة الخامسة اللي الحلقة اللي فاتت، لأن احنا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن المجموعة الأولى وسيبنا المجموعة الثانية والثالثة والرابعة ما اتكلمناش عنهم عشان كان مباراتهم لسه ما اتلعبتش، واتكلمنا عن المجموعة الخامسة لحد المجموعة العاشرة. الحلقة ده إن شاء الله هنتكلم عن المجموعة الثانية والثالثة والرابعة ونبدأ مع المجموعة الثانية. طبعا رابط الحلقة اللي ما شافهاش الحلقة اللي فاتت هسيب لك رابط في الوصف وهيظهر لك الرابط هنا. نبدأ بقى مع المجموعة الثانية، مجموعة منتخب تونس الشقيق، علي معلول وفرجاني ساسي ورفاقهم، وفي مفاجأة كبيرة منتخب غينيا الاستوائية بيستضيف منتخب تونس وبيفوز عليه 1-0 وبيقلب الموازين. هدف غينيا الاستوائية تم تسجيله في الدقيقة 83 في وقت قاتل. أما المباراة الثانية في نفس المجموعة منتخب زامبيا هيستضيف منتخب موريتانيا وبيفوز عليه 4-0، طبعا هي دي مباراة تحصيل حاصل. بكده تنتهي الجولة دهيت بأن منتخب تونس لسه على صدارة في المجموعة برصيد 10 نقط. في المركز الثاني منتخب غينيا الاستوائية برصيد 10 نقط ومفاجأة كبيرة. منتخب زامبيا في المركز الثالث برصيد 7 نقط. أما منتخب موريتانيا في المركز الأخير برصيد نقطة. طبعا منتخب تونس فرصته قوية جدا لأن فرق الأهداف كبير جدا لصالح منتخب تونس. منتخب تونس إذا فاز في المباراة القادمة بدون النظر لمباراة منتخب غينيا الاستوائية منتخب تونس هيصعد. لكن لو منتخب تونس اتعادل أو اتهزم ومنتخب غينيا الاستوائية فاز، كده منتخب غينيا الاستوائية هو اللي هيصعد. طبعا نتيجة الصعود هتكون بأقدام لاعبي تونس. إن شاء الله نقول مبروك لمنتخب تونس. ونيجي بقى للمجموعه الثالثه وصراع من النار. منتخب نيجيريا لازال بيصارع على الصعود مع منتخب الراس الاخضر اللي الاثنين بينافسوا بعض. اول مباراه هتتلعب يوم السبت 13/11 من ضمن مباريات الجوله الخامسه. منتخب الراس الاخضر بيستضيف منتخب جمهوريه افريقيا الوسطى وبيفوز عليه 2-1. اما منتخب ليبيريا في نفس اليوم بيستضيف منتخب نيجيريا ونيجيريا بتفوز بكل سهوله 2-0. بكده لازالت نيجيريا على راس المجموعه وفي الصداره برصيد 12 نقطه، وراها منتخب الراس الاخضر في المركز الثاني برصيد 10 نقط، منتخب افريقيا الوسطى في المركز الثالث برصيد 4 نقط، ليبيريا في المركز الاخير برصيد 3 نقط. طبعا كده الصراع محصور على الجوله الاخيره والجوله السادسه ومباراه ناريه. منتخب نيجيريا هيستضيف منتخب الراس الاخضر يوم الاثنين 16/11، وطبعا مباراه نار نار نار. في حاله فوز نيجيريا او المباراه انتهت بالتعادل نيجيريا هي اللي تصعد، اما في حاله لو الراس الاخضر عملت مفاجاه وفازت على منتخب نيجيريا كده باي نتيجه نقول منتخب الراس الاخضر مبروك عليه هو اللي هيصعد. طبعا احنا بالنسبه لنا يعني انا محب منتخب نيجيريا بس بصراحه اتمنى ان منتخب الراس الاخضر هو اللي يفوز، وان شاء الله المباراه هتتلعب يوم الاثنين 16/11، مباراه قويه جدا منتظر ومفاجاه كبيره من منتخب الراس الاخضر. ونيجي بقى للمجموعة الرابعة اللي صراع بجد فعلا صراع قاتل، صراع الجبابرة. منتخب الكوت ديفوار ومنتخب الكاميرون الاثنين بيكسروا عظم بعض وعايزين نشوف مين فيهم اللي هيصعد. الجولة الخامسة بتتلعب يوم السبت 13/11، منتخب سهل العاج بيستضيف منتخب موزمبيق وبيفوز عليه بكل سهولة 3-0. في نفس اليوم منتخب ملاوي بيستضيف منتخب الكاميرون والكاميرون يعني بتكشر على انيابها وبتفوز 4-0. طبعا بكده
لازال منتخب سهل العاد في الصدارة برصيد 13 نقطة. الكاميرون في المركز الثاني ب 12 نقطة. مالاوي في المركز الثالث برصيد 3 نقط. موزمبيق في المركز الأخير برصيد نقطة. طبعا الجولة 6 جولة قاتلة وحاسمة. يوم الثلاث 16/11 الساعة 9 توقيت القاهرة، منتخب الكاميرون هيستضيف منتخب ساحل العاج ومباراة من نار. اللي هيفوز هيصعد لكأس العالم. طبعا نتيجة الفوز للكاميرون توصلها، نتيجة الفوز لساحل العاج توصلها، لكن التعادل هيكون في صالح ساحل العاج. ما اعتقدش ان الكاميرون هتفوت الفرصة، وارشح ان الكاميرون هي اللي هتصعد على حساب منتخب الكوت ديفوار او ساحل العاج. كده نكون اتكلمنا عن الجولة الخامسة للمجموعة الثانية والثالثة والرابعة. ان شاء الله الحلقة القادمة هنتكلم عن الجولة 6. احتمال الحلقة القادمة ممكن تتعمل على جزئين او ممكن تكون حلقة واحدة. انتظروا الحلقة القادمة، حلقة نارية وفي منتخبات هتحسم الصدارة في مفاجأة كبيرة جدا. انتظروا الحلقة القادمة. كان معكم بلال النصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.